توقعات برج العذراء ليوم الجمعة الموافق 27/10/2023. يومك مناسب جدا عشان تلخص مستقبلك وتخطط ليه. هتقدم النهاردة اتخاذ قرارات بشأن رغباتك من دون ما تندم عليها. هتقطع علاقاتك بكل ماضيك الممل وتبتدي في انك تنفذ خططك في مرحلة القمر ده. هتبتدي تتفاقم كل المشاعر اللي عندك لحد الأقصى. هتزيد رغبتك الجنسية أكتر. مع كل ده هتبقى عندك انتقائي في اللي بيتعلق بالاتصالات. ما تضيعش إمكانياتك بشكل متعبس. لازم تستغل النهاردة يا عذراء امتناعك عن النقد. القمر في برج الحوت هيخلي الناس عنيدين شوية. لازم نبقى مستعدين لحقيقة إن نزاهتنا ممكن تبقى عائق قدام سعادتنا الشخصية. مش هيستعبد النجوم اللقاءات ومفاجآت سارة، لكن انت بحاجة انك تلاقي هزة عاطفية. خليك مبدع وتواصل مع الاشخاص اللي بيثيروا اهتمامك. هتقوم بدك تزور المسارح والمتاحف في اليوم ده وتدور عن مصدر الهام في الفن.